تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية ولتوليه لفترة جديدة. خلال هذا الاتصال تمنى البرهان لمصر المزيد من التقدم والازدهار، مشددا على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين. من جانبه ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.